السلام ومرحبا بكم الناس الكل في النشرة الجوية أحوال الطقس وكيفنا كش أحوالك وكذا واحد وكل عنا كيف ما قاعدين نشوفوا درجات الحرارة في ارتفاع مما ينجر عنه جفاف اللي هو عارفينه بطبيعتنا عايشين الشياح معناتها منذ القدم والأزل بعض المناطق فيها سحب عابرة على كافة المناطق الريح شرش براني شلوق ومما ينجر عنه الانزلاق يبدأ ينزلق ومن هنا في غرغور القائلة وفي الزق القائلة فهمت من المحبذ وأنه الإنسان يقيل شوية كان عندك صغار ولا كذا وكل نيك هرس الخراب بطريحة باش يرقد فهمت لك ما باش يرقد زدنيك بطريحة أخرى تو يرقد وكثر من الدلاع ولكن رد بالك وأنه الدلاع نجم يكون ساقين بالخراب ما نعبر عنه الأناس الأناس كيف ما قاعدين نشاهدوا الأسماك عابرة للبحر الأبيض المتوسط مما ينجر عنه وأنه الصيادين تنكم حتى ها العظم عظم الحوت يشدوا فيه ساعة لساعة تلقى كعبة القرنيط كذا نعبر لكم كعبة القرنيط تلقاها قد كان والدرجات ما نعبر عنها كثر من الماء كثر من الماء وإذا كان عندك كعبات مبردين كثر كثر زاد كثر وإن شاء الله تكون النشرة الجوية ذي عجبتكم بالقداء وين السيجار وجاي فوز وين جاي السيجار خلي حتى السعيكة تدخين مفيد للصحة يكذبوا عليكم تكيف وجايف تلقى ما تتكيف الباكو هاني ها ناكل كاميرامان نيوكم وكل عاد ما تكيف ما أنت لا غيرك شكرا على انتباه وان شاء الله يكون عجبكم الواحد هذا والمره الجايه نزيد نعطيكم ردوا بالكم من زك القايله زك القايله راه الشمس تنجم كي تعطيك فما تتولي ما عادش تقوم منها قايمه وشكرا لكم ونيكو رواحكم هاي الصور وتعبر على نفسك واللي مش عاجبه يغلوا ياك وسكر على زبونك تيقولوا منك كعبات بيرة ومرك مريقله